أهلا وسهلا وحياكم الله في برنامج ضوء آخر. شهر عليكم مبارك. موضوع الحلقة يتكلم عن طبيعة الدراسة في رمضان. ضيف الحلقة الأستاذ رأفت عبد الحق. يا أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك. طبعا بالنسبة للدراسة في شهر رمضان طبعا ممكن تكون إيجابية وممكن تكون الدراسة سلبية، ولكن هذا الشيء يعود للطالب وتنظيم الطالب لوقته. بالنسبة للأسف الشديد بتكون نسبة معدلها أكبر من النسبة العادية في غير شهر رمضان، وطبعا أكيد ذلك بيعود لك ممكن الطالب لم ينظم وقته صحيح أو لم يستطيع أن هو يحسن تنظيم الوقت، لذلك ممكن الطالب أو ممكن يكون أعداد الطلاب في شهر رمضان فيها ازدياد في الغياب شوية. وش الحل في هذه الحالة؟ بالنسبة للحلول يعني ممكن تكون حلول كثيرة، ولكن أهم حل بالنسبة للطالب أنه هو يستطيع أنه هو ينظم الوقت. تنظيم الوقت أهم شيء بالنسبة للطالب، أن الطالب يتحكم في الوقت اللي هو ممكن يكون سهران فيه، لا يكثر من السهر، يجب عليه أن يغتنم الأوقات المناسبة اللي هو يذاكر فيها. وطبعا موضوع السهر الشديد ده أو السهر الكثير ده هو ده اللي ممكن يؤدي إلى عدم تنظيم الوقت، بالتالي يترتب عليه الغياب للطالب. طبعا أكيد شهر رمضان أو الأيام في شهر رمضان بتختلف عنها أو عن غير شهر رمضان، أكيد طبعا بنقلل من كمية الواجبات، طبعا لا نمنع الواجبات ولكن نقلل منها، أو زي ما بيقولوا كده نعطيه الواجبات اللي فيها تركيز المهمة، أهم الواجبات المطلوبة. طبعا أكيد الطالب نفسيا بيكون يختلف عن قبل رمضان، أكيد بيكون في نوع من أنواع، في بداية رمضان ممكن يكون في نوع من أنواع عدم التوازن. طبعا بنراعي نحن كمعلمين هذا الشيء في الطالب، فبنحاول ان احنا نتعامل مع الطالب نفسيا، لا نثقل عليه بالواجبات، لا نثقل عليه بالشروحات او الاشياء الفرعيه في الشروحات، نحاول قدر الامكان ان احنا نعطيه الدرس بصوره مركزه وسهله ويسيره. بالنسبة للوقت الذي حدد من قبل وزارة التعليم، أنا أرى أنه وقت مناسب جدا، لأن ما شاء الله وزارة التعليم بتراعي مصلحة الطالب، وطبعا مصلحة الطالب في تقليل عدد دقائق الحصة، وذلك ما تم مراعاته بالفعل. بالنسبة للحصة المناسبة حوالي 30 دقيقة هي يعني وقت كافي ووقت رائع، بحيث أن الطالب يحضر الحصة ويستفيد منها قدر الإمكان، وفي نفس الوقت لا يحدث له نوع من أنواع الطفشان، يطفش أو يمل من الحصة. طبعا ده بيكون 30 دقيقة أراه وقت مناسب جدا لاستيعاب الطالب في تلك الفترة. والله بالنسبة لتنظيم اليوم هو يشبه، بالنسبة لي كمعلم يشبه الأيام العادية، ولكن طبعا بنحاول قدر الإمكان اللي احنا كمعلمين ندبر أوقاتنا، نستثمر الوقت في عملية التصحيح وفي عملية تعليم الطلاب، وبيكون يعني الأمر إن شاء الله يسير ورائع مثله مثل غير رمضان. يعني الوقت المحدد أكيد في رمضان مدته بتقل عن الوقت المحدد في غير رمضان، يعني تحضير الدرس ممكن مني أنا كمعلم حوالي يستغرق مني حوالي 10-15 دقيقة لتحضير الدرس في تلك الفترة. بالطبع
أكيد، لأن طبعاً في بعض الظروف، في بعض الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى تأخير الطلاب، يعني بيبقى في ذلك الشهر ممكن في بعض الأحيان بيحصل تكدس للمرور أو عطلة في المرور، لازم الطالب طبعاً نراعي في هذه، ولكن هذه المراعاة تكون يعني بنسب متفاوتة، يعني ما يكون الطالب على طول متأخر وأراعي ذلك، إنما لما تكون غصب عنه أو خارج عن الظروف أو عن الإرادة أكيد بنقوم نحن كمعلمين بمراعاة الطالب، لأن يهمنا مصلحة الطالب أكيد. يعني والله في الختام النصيحة المهمة والنصيحة الهامة التي أتقدم بها إلى كل أبناء الطلاب، الحرص على الوقت، الحرص على طاعة الله. اعلم بني الطالب، اعلم ابن الطالب أن رمضان أو هذا الشهر هو شهر فضيل، شهر الفتوحات. هذا الشهر تستطيع أن تحصل فيه من المعلومات، وأن تحصل فيه من الدروس، وأن تحصل فيه من الثقافة ما لم تحصل في غيره، لأنه شهر يتسم بالبركة والخير، ولكن وجب عليك أن تنظم وقتك هذا. وبالله التوفيق.